السياق عدا الحديث بقوة للربط بين تصريحات السفير الفرنسي برنار إيمي ويسعد ربراب رجل الأعمال خاصة، وأن ربراب تحدث مؤخرا على أنه يتعرض لضغوطات لا لشيء إلا لأنه ينحدر من منطقة القبائل. نتابع في سياق تقرير أحمد حفصي. Ils ne veulent pas d'abord أيام قلائل في أعقاب تصريح يسعد ربراب الذي حمل طابعا جهويا عبر الإيحاء بأنه ضحية ضغوطات لا لشيء إلا لأنه ابن منطقة القبائل. خرج علينا برنار إيمي سفير فرنسا بالجزائر بعبارة استفزازية أخرى. قولوا لا حجرة قبيلي حجرة كيما هو نولي ملياردير كيما هو قبيل لا حجرة مليح الحجرة الخالد اللي أنا حجروني بس قبيلي أنا قلت ولا حجرة بس قبيلي واللي بلي دوا ملياردير دي بي أنا تاني حجروني أنا تاني قبيلي وأبور ما لازم أطاد الرأس ما لازم ما كانش قبيلي ولا عربي فهمت يا كاين الناس يستفادوا من النظام ما عندهمش هما في النظام ما عندهمش هذا قبيلي ولا هذا عربي ولا استفادوا من النظام كلهم استفادوا من النظام ضربوا على حدادنا ولا كيما هما ملياردير إيه هكا ولا بوستي وليد بوستي لا يقول لك أنا محقور الباب محقور ما لا ما لا الشعب واش يقول ولا هما محقورين. الأعراف الدبلوماسية تقول أن مثل هذه التصريحات مدروسة جيدا وسفير باريس بالجزائر يكون قد تلقى ضوءا أخضرا من الكيدورسية. يسعد ربراب الذي كان سباقا لاستثمار الأموال المحصلة بالجزائر لإنقاذ شركات مفلسة بفرنسا أصبح شوشو قصر الإليزي، فأي علاقة بين تصريحات ربراب وبرنار إيمي؟ وهنا السؤال المطروح، هل توجد علاقة بين التصريحات التي تحاول إدخال الجزائر في فتنة عبر اللعب على وتر الجهوية المقيتة؟ هل يسعد ربراب الذي جعله الجزائريون عربا وأمازيغ وشاوية وبني ميزاب أحد أغنياء العالم له ورقة طريق عنوانها تقسيم الجزائر؟